لوحدات الشعب المسلح في منطقة البريغا. وطلع خلال هذه الجولة التي رافقه فيها الفريق علي الدعوكي عن كثب على المراكز والمواقع الإنتاجية والخدمية. وتفقد الفريق أول أبو بكر يونس جابر في هذه الجولة من وخزانات النفط والشركات النفطية العاملة بالمجمع الصناعي البريغا والحشود المرابطة بهذا المجمع للدفاع عن الثورة النفطية للشعب الليبي وأجياله القادمة. وقد التحم أبناء الشعب المسلح مع الفريق أول أبو بكر يونس جابر بمنطقة البريغا ضمن مسيرات التحام متواصلة بالأخ القائد، مؤكدين العزم الصادق القوي على الدفاع عنه وعن وحدة ليبيا ولحمتها الوطنية وثروتها ومقدراتها في مواجهة الصليبيين المعتدين الأفقين وعملائهم الخونة المرتدين. وأكد الجموع المشاركة في هذه المسيرة تصميمها على دحر مخططات المعتدين ومؤامرات وعملائهم الخونة الذين ينفذون أجندة الصليبيين المستعمرين، مبرزين يقينهم أن الشعب الليبي الذي دفع قوافل الشهداء على مذبحة الحرية مستعدين لتقديم المزيد من الشهداء من أجل أن تظل ليبيا حرة عزيزة لن يطأ أرضها الطاهرة مستعمرا وغد مهما غلت التضحيات. وأعلنت وحدات الشعب المسلح التحامها الدائم بقائدها القائد الأعلى معمر القذافي وإصرارهم على مواصلة أقدس معارك الجهاد ضد هذه الحملة الصليبية الهمجية حتى تحقيق النصر القريب على المعتدين وأذنابهم وعملائهم. فاتح ان شاء الله مين يا رب العالمين.